السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا في هذا الفيديو سنجيز حل للمعادلة اللوغاريتمية التالية: الألان ديال جوج إكس ناقص ثلاثة زائد الألان ديال جوج إكس زائد ثلاثة تساوي ألان ديال سبعة. إذا أول خطوة لتحديد حل المعادلة هي تحديد مجموعة تعريف المعادلة. إذا إكس كتنتمي، إذا لتكون دي مجموعة تعريف المعادلة، إكس كتنتمي للدي تكافئ. إذا شروط كتابة المعادلة: ما بداخل الألان خصو يكون أكبر قطعا من الصفر. إذا جوج إكس ناقص ثلاثة أكبر قطعا من الصفر، و يعني الشرطين خصهم يتحققوا في نفس الوقت. جوج إكس زائد ثلاثة أكبر من الصفر، هو إكس عدد حقيقي. إذا جوج إكس ناقص ثلاثة الطرف الثاني كترجم ثلاثة، جوج إكس كذلك زائد ثلاثة نديها الطرف الثاني كترجع ناقص ثلاثة. إذا إكس كنقسمو على جوج، إذا كنديها الطرف الثاني كترجع ثلاثة على جوج. وكذلك في المتفاوتة الثانية ترجع عندنا ناقص ثلاثة على جوج. إذا إكس أكبر من ثلاثة على جوج، وإكس أكبر من ناقص ثلاثة على جوج. إذا كيبقى لنا إكس أكبر من ثلاثة على جوج، لأن اللي كانت إكس أكبر من ثلاثة على جوج فراها أكبر من ناقص ثلاثة على جوج. إذا مجموع التعريف هو المجال، إذا هنا أكبر قطعا، إذا المجال مفتوح ثلاثة على جوج زائد لا نهاية. إذا غادي نحل المتراجحة ولا المعادلة في هذه مجموعة التعريف. إذا الألان ديال جوج إكس ناقص ثلاثة زائد الألان ديال جوج إكس زائد ثلاثة تساوي الألان ديال سبعة. في هذه المعادلات اللوغاريتمية البسيطة حنا كنحاولو نلقاو نكتبو المعادلة على شكل ألان ديال أو كيساوي لنا ألان ديال في. إذا الألان زائد الألان كنعرفو بأن الألان أ زائد الألان بي كيساوي الألان ديال أ في بي. إذا يمكن لي نكتب هذه المعادلة، إذا هنا تكافؤ تكافئ الألان ديال جوج إكس ناقص ثلاثة مضروبة في جوج إكس زائد ثلاثة كتساوي الألان ديال سبعة. إذا شوفوا معايا مزيان، هنا داخل الألان عندي متطابقة هامة مكتوبة على شكل أ ناقص بي في أ زائد بي، إذا كتساوي لنا أ كاري ناقص بي كاري. إذا تكافئ الألان، إذا جوج إكس أو كاري ناقص ثلاثة أو كاري تساوي الألان ديال سبعة. إذا تكافئ، إذا ما بداخل الألان، هنا شنو عندنا؟ ألان كتساوي لنا الألان، إذا أو كتساوي لنا في، يعني ما بداخل الألان كيساوي ما بداخل الألان. إذا جوج إكس كاري، جوج إكس كاري هي أربعة إكس كاري ناقص تسعود، ثلاثة إكس كاري هي تسعود كتساوي العدد سبعة. إذا جوج إكس كاري، إذا هاد المعادلة تكافئ أربعة إكس كاري ناقص تسعود كنديها الطرف الثاني كترجع تسعود زائد سبعة. إذا أربعة إكس كاري كتساوي العدد ستاش، كنقوم على أربعة طرفي المعادلة. إذا كتبت هاد الأربعة كيبقى لنا إكس كاري ستاش مقسومة على أربعة هي العدد أربعة. إذا إكس كاري كتساوي أربعة، كتعني بأن إكس كتساوي لنا إما أو إكس كتساوي ناقص جذر أربعة. إذا إكس كتساوي أو إكس كتساوي ناقص جوج. إذا خصني نتأكد من هاد الحلول واش كتنتمي لمجموعة التعريف أو لا تنتمي. إذا ناقص جوج، حنا مجموعة التعريف عندنا ثلاثة على جوج بلس إنفيني، إذا ناقص جوج لا ينتمي إلى مجموعة التعريف.
في حين جوج تنتمي إلى الدي. إذا مجموعة الحلول هو العدد جوج.